استغفر الله على اي حال خير ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه والذين اتبعوهم باحسان الى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك أن تشرح صدورنا بالإيمان. آمين. وأن تنور قلوبنا وأن تنور بصائرنا وأفهامنا يا رب العالمين. أن تهدينا سواء السبيل. أن تثبت قلوبنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبعد، فقد وصلنا إلى قول الناظم نفعنا الله تعالى بعلمه في الدارين آمين، وجعلنا من الذين يتبعون هدي العلماء والأولياء الصالحين والأئمة المرشدين العاملين. الحمد لله على صلاته ثم سلام الله مع صلاته على نبي جاء بالتوحيد وقد عرض دينه عن التوحيد. وفي بعض النسخ وقد خلى، وقد عرض وقد خلى. على نبي، هذا هو البيت الثاني، يعني ما زلنا في البيت الثاني. نعم. على نبي جاء بالتوحيد، جاء بالتوحيد يعني أرسل به أو بعث به بالتوحيد. نعم. أولا هنا تعريف النبي، اقرأ كده يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الناظم والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلوم شيخنا في الدارين آمين. الحمد لله على صلاته ثم سلام الله مع صلاته على نبي جاء بالتوحيد وقد عرى الدين عن التوحيد. قوله على نبي خبر المبتدأ أي كائنان على نبي. إن قلت إن الدعاء إن كان بغير جار والمجرد على نبي. نعم. متعلق بمحذوف تقديره يعني الحمد لله على صلاة الحمد ده والصلاة على النبي تمام ده. كائنان يعني موجودان مستقران على نبي، عشان حرف الجر له متعلق، والمتعلق محذوف تقديره صلاة وسلام كائنان موجودان باقيان قدره بما يناسب. على نبي يقول خبر المبتدأ محذوف اللي هو كائنان على نبي. طبعا لفظ نبي كده هنتكلم عن اشتقاقه بعد قليل. إن قلت إن الدعاء إن كان بخير تعدى باللام وإن كان بشر تعدى بعلى. يعني معناها عاوز يقول لك هنا لماذا قلنا صلاة الله مع سلامه لم نقل لنبي؟ لماذا لا نقول اللهم صل لنبيك مش على نبيك؟ نعم. لأن الدعاء لما يكون بخير فيتعدى باللام. نعم. ولما يكون بشر فيتعدى بعلى. فهنا ده دعاء. نعم. وهو بخير. نعم. برفعة الدرجات وعلو المقامات وزيادة التشريف. نعم. فلماذا لم يتعدى باللام؟ نعم. أجيب بأنه ضمن الصلاة معنى العطف وهو يتعدى بعلى. يعني لأن الصلاة كما ذكرنا قلنا في الدرس الماضي لعلكم قد نسيتم، وبلا شك قد نسيتم، الصلاة قلنا مشترك، لفظ مشترك. نعم. والمشترك إما لفظي وإما معنوي. وإما معنوي. المعنوي زي ما اختار ابن هشام زي ما قلنا، وابن مالك في ابن هشام في كتابه مغني اللبيب قال يعني معنوي، يعني معناها الصلاة معناها واحد، هي في اللغة العطف. ويؤخذ من هذا من قول في
عن الفرس الخيل الذي يسبق الثاني، فالذي يأتي أولا اسمه إيه؟ سابق. السابق. نعم. والذي يأتي أو إيه؟ أولا الثاني مصلي. السابق. الثاني يسمونه إيه؟ المصلي. يعني الذي انعطف، يعني جاء لأن العطف فيه إيه؟ فيه معطوف وفيه معطوف إيه؟ عليه. دائما يكون المعطوف بعد متأخر عن المعطوف إيه؟ عليه. ما في تابع وفي إيه؟ مدبوع. مدبوع. نعم. جاء محمد وعلي. فبنعطف مين على مين؟ بنعطف علي على محمد. علي على مجيء إيه؟ محمد. نعم. يبقى علي هو ايه؟ هو المعطوف، ومحمد هو المعطوف عليه. نعم. يبقى في واحد متقدم واحد ايه؟ متأخر. نعم. يبقى اخذ من هذا ان الصلاة في اللغة كده معناها ايه؟ العطف. ولكن قال ان العطف ده هو العطف، لكن بالنسبة لله تعالى يفسر ايه؟ مثلا بالرحمة او بالثناء او برحمته المقرونة به بالتعظيم اللازم لا بالملزوم. وبالنسبة للملائكة عطفهم يعني استغفار، وبالنسبة للآدميين دعاء بعضهم لبعض. ده الصلاة قلنا بمعنى ايه؟ بمعنى العطف. يبقى اذا لو قلنا انها على رأي كما قال الجمهور، يعني لو وضع مكان صلى عليه دعا عليه يبقى هينعكس الايه؟ معنى صلى عليه مش معناها دعا عليه، ده دعا له لو كان بنفس الايه؟ المعنى. فعشان كده قال مشترك معنوي وليس مشترك ايه؟ لفظ. هذا ما اختاره ابن هشام كما قلنا فيه ايه؟ مغني اللبيب. يبقى معنى كده عدى الصلاة بعلى وليس بايه؟ باللام، لانها يتضمن معنى العطف، والعطف اذا عدي يعدى بايه؟ بعلى وليس بايه؟ باللام. هذا هو السر في التعدية. وكذلك في ايه؟ سر اخر اللي هو ايه؟ عداها بعلى، اللهم صل عليه، ولم يقل اللهم صل له، لأنه لو عداها باللام حتتضمن معنى فاسدا. نعم. يعني بمعنى صليت له يعني عبدته. فحتى لا يتوهم هذا المعنى فعدل عن التعدية بإيه؟ باللام إلى التعدية بعلى. واضح كده؟ هم معنيين مهمين. الأول لأن الصلاة في اللغة بمعنى العطف، والثاني لأنها لو تعدت باللام لتضمنت أو أوهمت معنى فاسدا. يقول لك صلى له يعني تفهم منها إيه؟ عبده. تفهم منها عبده. قلنا كده إن الله، لو قيل هكذا إن الله وملائكته يصلون للنبي يبقى هيتضمن إيه؟ معنى بعيد أو معنى فاسد. خلاص. والحق في الجواب أن يقال محل ذلك ما لم يكن بعنوان الصلاة والسلام، فإن كان به تعين تعديته بعلى للفرق بين صليت له وصليت عليه وسلمت له وسلمت عليه. يعني هناك حتى فرق واضح حتى في فيما إيه يقع في الذهن لأول بادرة عندما تقول، فرق واضح جدا بين صليت له وصليت عليه وسلمت له وسلمت عليه. لما تسمع واحد يقول سلمت عليه تفهم منها ايه؟ التحية. والإجلال والإكرام. انما لما تسمع سلمت له الانقياد والإذعان. الانقياد والإيه؟ والإذعان. مولانا يعني ايه محل ذلك ما لم يكن بعنوان الصلاة والسلام؟ يعني معناها محل انه الصلاة تتعدى بايه؟ بعلى وليس باللام، اذا كان الدعاء بعنوان الصلاة يعني بلفظ الصلاة والسلام. أما إذا كان بلفظ الرحمة أو بأي لفظ آخر يجوز يكون بإيه؟ بالله. فلو تعدى بالله يعني معناه هذا يتعين في الصلاة والسلام، في لفظ الصلاة والسلام، لكن أفرض فيه ثناء بغير يبقى بالله. ممكن يكون بالله أو بعلى أو بإله أي حاجة حسب ما يناسبه. فلو تعدى باللام لأوهم معنى فاسدا. كما قلنا لو تعدى باللام لأوهم معنى فاسدا اللي هو ايه؟ اللي هو العبادة لغير الله. يعني خلاص مفهوم.
لأن صليت له بمعنى عبدته وسلمت له معناه فوضت له الأمر، ولأنه خلاف الوارد في القرآن والأحاديث. والنبي ما ممكن فتح له وفتح له وفتح عليه. يعني بعض الناس كان لما يقول يا ربنا يفتح عليه، بعض الناس اللي هم فهموا كده يعني يقول لك لا، يقول اللهم افتح له، لأنه عليه ده حتى إذا نسوا ما ذكروا فتحنا عليهم بالاستدراج. ما في استعمل في آية أخرى بهذا المعنى اللي هو إيه؟ بمعنى الخير وليس بمعنى الشر، ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات النساء، فيجوز أن يكون إن فتحنا لك، فيجوز أن يكون في يستعمل بمعنى على وبمعنى اللام في الايه في الخير والشر. نعم. يجوز في بعض الايه، انما هنا متعين في لفظ الايه الصلاة والسلام، اما في لفظ الاخر ممكن ياتي هذا ممكن ياتي هذا. نعم. يعني ليس شرطا ان يكون الدعاء بلفظ على يعني معناه بالشر، وهذا هو الدليل الذي ذكرته. نعم. مش لازم لما اقول لك عليك يبقى معناها ايه؟ مش كده اللهم بارك عليه، شاف كده عليه، ولم نقل له البركة عليك، وهذا شر ولا خير؟ خير، خير. نعم. والفتح ليك وعليك. نعم. وباركنا عليه وعلى إسحاق، وباركنا عليه. خلاص ممكن يقول إيه البركة تكون له أيضا. نعم. ولذريته. نعم. هذا متعين فقط في إيه؟ الصلاة والسلام. السلام. نعم. والنبي بالهمز وعدمه، والوزن على كل صحيح في اللغة مأخوذ من النبأ وهو الخبر، فهو اسم يعني النبي كده، النبي بالهمز أو بعدم الهمز. نعم. وقرئ بذلك في القراءات المتواترة الصحيحة. نعم. يعني مثلا في القراءات السبع يقول الشاطبي وجمع فردا في النبي وفي النبوءة الهمز كل غير نافع، يعني كل الايه القراء يبدلون الهمزة ياء ويلغمون الياء في الياء، النبي كده بالتشديد. نعم. كان واحد يقول اللهم صل على النبي، غلط، النبي. نعم. يقول نبي باء واحدة، هي ياء مشددة يعني اثنين، واحدة مدغمة فيه، قولش على النبي، صح، على النبي بالتشديد كده، خلاص؟ يبقى إذن هي الأصل إيه؟ النبي. بالهمز. نعم. لأنها من النبأ. عما تساءلون عن النبأ. نعم. والنبأ معناه ايه؟ الخبر. نعم. ايه الفرق؟ قالوا النبأ بالهمز كده يعني معناها الخبر المهم، الخبر العظيم الخطير، يقال ايه نبأ. اما خبر عادي خبر، فعندما تسمع كلمة نبأ يعني ايه؟ يعني شيء خبر بس عظيم مهم، زي في سورة القمر كذبوا ولقد جاءهم من الأنباء، يعني فيها ايه؟ فيها مزدجر وفيها وعيد. نعم. فلا يقال من الأخبار وإنما يقال من الايه؟ من الأنباء. نعم. فهي نبي بالهمز، ولكن لما تضيفها إلى الله ما تقولش يا نبي الله، حتى نهي في بعض الأحاديث وإن كانت روايتها ضعيفة، إنما أنا نبي الله وليس نبي. خلاص؟ يعني عند الإضافة مولانا يتعين عند الإضافة إلى رمز الجلالة الإضافة، لكن يجوز بدليل أنه أحد القراء السبعة قرأ بالهمز بالكل. نعم. النبوءة، الأنبياء، النبيين، وهكذا النبي. نعم. إذا هو بالهمز وعدمه، والوزن واحد، على والوزن على كل صحيح في اللغة مأخوذ من النبأ وهو الخبر، ولكنه الخبر إيه؟ المهم العظيم، العظيم اللي فيه إيه؟ يبقى نبي ده يجوز لغة أن يكون اسم فاعل أو اسم مفعول، مفعول، لأنه قلنا فعيل تأتي بإيه؟ بالمعنيين، بمعنى فعيل، بمعنى فاعل، وبمعنى إيه مفعول، زي شهيد، شاهد ومشهود، وتأتي بإيه زي عليم، عالم، خلاص كده؟ وكذلك ايه بمفعول بمعنى المفعول قتيل او جريح مجروح يجي باثنين. نعم. او من النبوة وهي الرفعة، فهو اسم فاعل. لو كان من النبوة يبقى اذا الابدال ده
مش ايه مش همزه وعبدلت ياء، ده واو وعبدلت الواو ياء وعظمت الياء في الياء. يا ممكن تكون الياء المضغمة دي وهم يائين. نعم. اصلها ايه؟ واو. الهمز. او ممكن تكون اصلها الواو. واو. تبقى نبي فأقدمت قلبت الواو ياء وعظمت الياء في الياء. ممكن تكون اصلها واو او اصلها ايه؟ همزة. زي علي مش من العلوم اصلها علي و علي ذي اصلها علي و فأضغم قلبت الواو ياء وأضغمت الايه؟ الياء الياء. نعم نعم. إذن إذا كان من بالهمز يبقى من النبأ، وإذا كان بالواو يبقى من الرفعة يعني الايه؟ النبوة. يبقى إذن الرفعة دي هل هو بمعنى رافع؟ ما قلنا هو بمعنى اسم فاعل واسم مفعول. هل هو بمعنى رافع ولا بمعنى مرفوع؟ بل بالمعنيين. ورافع لمن اتبع، وهو مرفوع الرتبة على أمته، فما من نبي إلا وهو أفضل من أمته. يعني فيها معنى رافع وفيها معنى إيه؟ مرفوع. يعني هو مرفوع الرتبة طبعا لا شك، مش ممكن حيكون نبي زي وزي احاد الامه. نعم. وافضل من الايه؟ الامه. نعم. وكذلك رافع لايه؟ لغيره. نعم. لامته. نعم. او من النبوه وهي الرفعه، فهو اسم فاعل لرفعه مرتبه غيره، او اسم مفعول لانه مرفوع الرتبه. يعني اذا كان اسم فاعل حيرفع مرتبه غيره، واذا كان اسم مفعول لانه ايه؟ مرفوع الرتبه. نعم. وما من نبي الا وهو افضل من امته. نعم. واصطلاحا إنسان ذكر حر من بني آدم أوحي إليه بشرع، فإن أمر بتبليغه كان رسولا أيضا، وإلا فنبي فقط، فبينهما عموم وخصوص مطلق على الصحيح. هنا خذ بالك تعريف النبي، يا إما لغة قلنا من النبأ أو من الإيه؟ النبوة. النبوة. نعم. ويجوز هذا ويجوز هذا. نعم. وكلا المعنيين الاثنين اللي هو الارتفاع والنبأ موجودان، يعني ممكن يجتمع فيه اكثر من ايه؟ من معنى. نعم. ويكون المعنيان مرادين، يعني يكون هذا مراد وهذا ايه؟ مراد، لان اللغه ايه؟ واسعه. نعم. اصطلاحا انسان حر، انسان ايه؟ ذكر. نعم. لما انسان يعني ذكر، فلماذا قال ذكر؟ انسان يطلق الذكر والانثى، لانه انسان يجوز اطلاقه على ايه؟ الذكر والانثى. الذكر والانثى بدون ايه؟ التاء. بدون التاء. نعم. فيقال على المرأة انسان مش انسانة. نعم. ويجوز ايضا انه قال انسانة فتانة بدر الدجى منها ايه؟ من خجل. خجل. بدر الدجى منها انسانة فتانة، بدر الدجى منها خجل. فكذلك ذكر هنا، يبقى هذا بيان عشان ايه؟ نفي ايه؟ ان يكون انس، ان يكون النبي انس. السلام عليكم. الفضيلة المنتظر في الأدب هنا، احنا نعرف الدرس الحديث من دين نروح ان شاء الله. قبل النور. إنسان خلاص. نعم. ذكر عشان إهامه ما يكونش إيه؟ ما يكونش أنثى. نعم. حر. حر عشان إيه؟ نفي إخراج أن يكون إيه؟ من الرقيق أو من يعني لابد أن يكون إيه؟ حرا. نعم. من بني آدم.
يخرج الجن، عشان يخرج الجن والملائكة، الجن عشان يخرج الملائكة. طيب ده التعريف ليه لسلاح، لانه في تعريف لغوي حيدخل فيه الملك ايضا. نعم. شوف كده، في هناك في بعض الكتب في توسع في التعريف، يعني زيادة، في بعض الكتب في اختصار، فعشان يكون التعريف زي ما بيقولوا ايه جامع مانع. نعم. ايه معنى جامع؟ انه يجمع كل افراد المعرف، ومعنى مانع لا يدخل فيه احد من غيره، يعني مفيش حاجه تدخل من ايه من غيره من التعريف. يبقى الانسان ذكر حر من بني ادم سليم عن منفر طبعا. ممكن عاوز تضيف اضيفها، مش عاوز خلاص المعلومة من قيود اخرى. إنسان حر ذكر من بني آدم سليم عن منفر إيه؟ طبعا طبعا اصطفاه الله على علمه. خلاص كده أوحي إليه بشرعه، يا ربنا سبحانه وتعالى اصطفى على علم. ليه؟ لأنه تعالى يقول الله أعلم حيث يجعل إيه؟ رسالته أو رسالاته. نعم. اصطفاه الله على علم ولا مش على علم؟ على علم. على علم. نعم. أوحي إليه بالشرع. طب هذا الشرع إذا كان ليس معه النبي كده، النبي نبي حتى إيه ولو لم يؤمر بتبليغ هذا الشرع، يعني الله تعالى أوحى إليه بشرع ولم يأمره بتبليغه. نعم. يبقى إذن ما معنى أن يوحى إليه بشرع دون أن يؤمر بتبليغه؟ قالوا يعمل به، أوحي إليه بشرع يعمل به، يعني في خاصة نفسه يعمل إيه؟ به أو يفتي به الناس. معصوم، مش كده؟ معصوم، يعني ده إيه بقية التعريف. نعم. أن العصمة لازمة أو ثابتة أو واجبة، معصوم ولو من صغيرة قبل النبوة وبعدها، وهو أكمل معاصريه خلا الرسل. يعني النبي إذا وجد في عصر يكون هو أكمل وأفضل معاصريه، إلا إذا كان في معاصريه رسول يبقى أكمل منه. ويختص النبي ليه مميزات أو علامات، يعني يفترق بها النبي عن غيره، يختص بخصائص يفارق بها غيره، من أبرزها أنه يعرف حقائق الأمور المتعلقة بالله وصفاته وأفعاله. يعني هذا من خصائص الأنبياء أو من خصائص النبي عموما، أي نبي يبقى معرفته المتعلقة بالله سبحانه وتعالى وبصفاته وأفعاله تكون معرفة خاصة. نعم. ليست كمعرفة أحد الناس. وكذلك الملائكة، يعني معرفته بالملائكة، والدار الآخرة، يعني بأمور الآخرة معرفة يخالف بها غيره، يعني معناها غيره يشترك معه في أصل هذه المعرفة، ولكن يختلف النبي عن غيره في المعرفة من حيث كثرة المعلومات وزيادة اليقين والتحقيق والكشف. كما أن له، يعني للنبي، علامة حاجة أن يتميز بها عن غيره، كما أن له في نفسه صفة تتم بها الأعمال الخارقة للعادة، اللي هي المعجزة. المعجزة يعني له في نفسه، يعني هيأه الله تعالى بأن جعل في إمكانه أو في مقدرته أن يأتي بالأمور الخارقة. يعني في كده حاجة في نفسه، لأنه مثلا إيه الفرق بين الكرامة ومن حيث أن المعجزة أمر خارق، كذلك الكرامة أمر خارق. نعم. ولكن النبي يملك المعجزة، يستدعيها في أي وقت، أما الولي لا، يمكن الولي عاوز تظهر وما تظهرش. نعم.
النبي يملك ايه المفتاح في ايه في يده, ففيه خصوصية يستطيع بها فعل طبعا الفعل لله تعالى, لكن يعني يجريها الله تعالى بإذنه في الوقت الذي يريده, يعني جعل أمرها إليه, يعني دل حتى ايه الساعة والوقت والزمن اللي هو تظهر فيه. نعم. بخلاف الولي تظهر على يديه الكرامات, ولكن لو قصدها ممكن تجيش. نعم. خلاص. نعم. يبقى إذن له في نفسه صفة تتم بها, يعني كأن الله أعطاه إذنا كما قال عيسى عليه السلام وإذ تخلق من وإذ تخرج الموتى وتحيي الموتى بإذن الله, يعني أعطاه الله تعالى إذنا متى شاء أن يحيي ميتا أحياء أي ساعة يحب يحيي حتى الأموات كلهم بلا حيهم, لدي علامة صفة له في نفسه تتم بها الأعمال الخارقة للعادة, كما أن له صفة يبصر بها الملائكة, يعني عنده خصوصية يستطيع أن يرى الملائكة كشف. ده الكشف, أما نحن لا نرى إيه؟ الملائكة. النبي يرى إيه؟ الملك في صورته الحقيقية أو في الصورة التي يتمثل بها, وإذا كان حيرى الملائكة فمن دونهم إيه؟ أولى. ولذلك الإمام الشافعي قال أنه من خصائص الأنبياء أنهم يرون الجن زي ما يروا إيه؟ وقال من زعم أنه يرى الجن أطلنا شهادته إلا أن يكون نبيا, فمعنى كده أنه بيقر بالأنبياء بجواز رؤية الملائكة والجن, الملائكة إذا كان يرون الملائكة هم أكمل وأعلى فمن دونهم إيه أول, لكن يمنعنا لورود النص أنهم يرون ده عام, ده عام, هذا نص عام, لكن ما خرج بدليل مخصوص خلاص لا يحتج بهذا لأنه مورد عام, لما ده مورد إيه؟ خاص. إن ربنا أعطاه إيه؟ صفة تتم بها الأعمال الخارقة للعادة, كما أن له صفة يبصر بها الملائكة واستعدادا يتلقى به علوم الغيب وينزل عليه الروح الأمين بشريعة من الله, يعني برضو من خصائص الأنبياء أن ينزل عليه سيدنا جبريل بشريعة من الله يتعبده بها ولا يؤمر بتبليغها, لأنه إذا أمر بالتبليغ أو يلزم باتباع رسول سابق عليه أو معاصر له, يعني النبي إما تنزل عليه شريعة يعمل بها في خاصة نفسه أو يلزم باتباع رسول قبله أو معه معاصر, زي مين؟ زي مثلا ما يلزم سيدنا هارون حتى وهو رسول أيضا مش رسول مش نبي فقط باتباع مين؟ رسالة موسى عليه السلام. طب مولانا لما يتبع رسالة من قبله ما كده ما يبقاش أحيى له بشارع؟ لا, إذا يعني وهو مأمور باتباع رسالة من قبله ومع ذلك يوحى إليه, فلو كان مش هيوحى إليه كأنه زيه زي غيره فيتميز, لابد أهم ميزة تميز النبي عن غيره هي الوحي, لكن ممكن يوحى إليه ولكن ليس بشريعة فيؤمر باتباع شريعة من قبله, لكن لابد أن يوحى إليه سواء كان بشرع يعمل به أو يوحى إليه باتباع شريعة من قبله أو من كان معاصرا له. طب شريعة هنا مولانا المقصود بها مجموعة من الأعمال من الأوامر التكاليف, يعني الكتاب. بشيء من الشرع مما يشرع تمام كده, فمهمته يعني مهمة النبي العمل العمل بما أوحي إليه أو به باتباع الشريعة السابقة والفتوى بشريعة من أمر باتباعه أو بالشريعة المنزلة عليه, لأنه كلمة أمر باتباع شريعة من قبله يؤخذ منها أنه يوحى إليه, لأنه ليس معقولا أن يؤمر في الشريعة
التي قبله الا حيستوي مع ايه؟ مع غيره، مع احد الناس. يلا نعم حد يجوز. هو في الاصل كده النبي اوحي اليه، تمام؟ اصله ان امر يبقى خلاص، اذا بلغ امر بالتبليغ يصبح رسولا. بمعنى النبي يعني في اللغه ايه؟ منبأ يعني مخبر. نعم. لكن مش معناها مبلغ. المبلغ يعني معنى ايه؟ معناها رسول. رسول. احنا مأمورين بالدعوه مش استقلالا، مأمورين بايه؟ بالامر الوارد في شريعه النبي صلى الله عليه وسلم. اما هو مأمور بالشرع الذي نزل عليه. هل انت نزل عليك القران؟ فمأمور باتباعه، ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم. اما هو فهذا الشرع الذي امر فيه نزل عليه هو. يعني الامر خاص له يا مولانا. نعم. فلا يكون النبي من الجن. وأما قول الله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، فمعناه من أحدكم وهم الإنس. يعني معناه في قوله تعالى في سورة الأنعام، مش كده؟ يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. يفهم البعض إنه هنا آية أو نص صريح بأن هناك رسل من الجن كما أن هناك رسل من الإنس. نعم. مش كده؟ نعم. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. يبقى إذا جمع في الخطاب اثنين يبقى هنا منكم يعني من المجموع وليس من الجميع، يعني من أحدكم. يعني معناها منكم يعني هنا جمع اثنين في الخطاب. نعم. يعني مثلا العرب والعجم مع بعض، فقال لهم الله تعالى: ألم يأتكم رسل منكم، يعني معناها من أحدكم. من العرب. خلاص. من المجموع وليس من الايه؟ من الجميع. فرسل الايه؟ الإنس رسل إلى الجن كذلك. معناها كده. يعني منكم يعني من ايه؟ أحدكم. من أحدكم وهم من الإنس. الإنس. نعم. ولا من الملائكة. وأما قوله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا، أي للأنبياء ليبلغوهم عن الله الشرائع لا للأمة. ولا من الملائكة، يعني معناها في إجماع هنا على أنه ليس هناك رسول من الجن ولا نبي. أما الآية: ألم يأتكم رسل منكم، يعني من إيه؟ من أحدكم. نعم. بدليل حتى الجن لما سمعوا القرآن: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون، فلما حضروه قالوا إيه؟ أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. لو كان عندهم رسل ما كانوش ذكروا إيه؟ الرسل بتاعتنا. نعم نعم نعم. ايه اللي يخليهم يقولوا موسى وعيسى؟ لو كان عندهم هم كانوا قالوا شامورس وحاوش ومش عارف مين. كان استغنوا. كانوا استغنوا برسلهم عن ذكر ايه؟ رسلنا. هذا دليل على انه ما فيش رسل عندهم، والا ما فيش داعي يقول ايه؟ انزل من بعد ايه؟ موسى. ولا من الملائكة، يعني ما فيش رسل من الملائكة. أما القول تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا، انت يا اخي حرام عليك، انت رجل ضال لمضل. لو واحد من الجماعة ما يفهموش، انت بتقول ما فيش رسل من الملائكة، والله تعالى يقول: الله يصطفي من الملائكة رسلا. قل له: الرسول بالمعنى الاصطلاحي اللي هو انسان حر ذكر من بني ادم أو حضاء، لا يمكن يكون من الملائكة. نعم. نقول نعم. إنما المعنى الذي في الآية: رسلا، أي إلى الأنبياء. نعم. وهذا معنى غير المعنى اللي احنا اصطلحنا عليه. ده معنى ثاني. نعم. بين اشتراك. وكذلك في قوله تعالى: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين. ده حتى في رسل من الشياطين. ولذلك معنى الإرسال يختلف. معنى الإرسال هنا التهديد، قد يستعمل الإرسال في القرآن بمعنى التسخير وليس بالمعنى اللي احنا ايه قلناه.
فما تجيبش المعاني اللغوية وتعارض بها المعاني الاصطلاحية، بدل العلم ايه مصطلحات وقواعد ومنهج. ولا أنثى والقول بنبوة مريم ضعيف. معنى كده رسلا يعني من الملائكة يعني رسلا إلى الأنبياء. وهل الرسول اللي احنا قمنا بذكر تعريفه هل معناه رسول إلى الأنبياء ولا رسول إلى عامة الخلق؟ إلى عامة الخلق. قيل إن المعنى اللي في الآية ليس إيه؟ ليس هو الذي إيه؟ نقصده. ولا من الملائكة أي رسل الملائكة اللي في القرآن الكريم رسل إلى الأنبياء ليبلغوهم عن الله الشرائع للأمة. وذلك في دائما تجد في الكتب أن الملائكة دولة يطلق عليهم في التعريف الاصطلاحي سفراء، لكن في التعريف القرآني يسميهم إيه؟ رسل، لأن رسل إيه؟ من الله تعالى إلى أنبيائه. اما بالنسبه لنا احنا ما ينفعش ربنا يرسلنا الملائكه كده مباشره. ليه؟ لانه الحق سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. طب لو جالهم ايه؟ ولو كان رجل ايه؟ للبسنا عليهم ما يلبسون. يعني لو جاء الملك في صورته الحقيقيه لقضي الامر. وايه ولو انزلنا ايه؟ ملكا لقضي الامر. يعني لا يستطيع الناس مكالمته ولا رؤيته ولا التعامل معه فيموت الناس او مش هيستطيعوا لقضي الامر. ولذلك ايه؟ لابد ان ياتي في صوره يحلفون ويستطيعون التواصل والتعامل معه. فاذا لابد ان ياتي في صوره بشريه. فلو جاء في صوره بشريه لانكروا ان يكون هذا ايه؟ هذا ملك. ولذلك فهذا توضح المعنى. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. ولكن لا يمكن يوجد في الأرض ملك يمشي مطمئن. ليه مش مطمئنش ليه؟ قال لك أصله عشان يتأكدوا ده إنه ده ملك ولا إيه؟ ولا رجل. أنت جينا صورة رجل فأقول لك أنت إيه رجل زيك؟ يقول لك لا أنا ملك. طيب حجرك فلازم اعمل اقوم بقتله فان مات ببشر واذا لم يمت لان الملك لا تحكمه الصوره فهيهدد الملائكه الموجودين في الارض بالقتل. ولذلك قال ايه؟ يمشون مطمئنين. لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين هيمشي خايف بص وراه واحد عاوز يضرب الرصاص بالنار كله عشان ايه؟ يتأكد انه ده ملك ولا ايه؟ ولا بشر. فمش هيطمئن اي ملك في الارض. مش هيمشي ايه مطمئن. يعني الملك لو جاء وتمثل في صورة بشر لا تحكمه الصورة. بخلاف الجن. يعني مثلا لو لما سيدنا موسى في صحيح البخاري فقع عين ملك الموت. يعني معناها فقع عين العين اللي في الصورة وليس العين الحقيقية. للصورة فقط، لكن في الحقيقة لا يستطيع أن يصل البشر إلى إيه؟ إلى الملك. إنما الجن لو أنه تشكل بصورة وقتلته يقتل، يعني يموت، تحكمه الإيه؟ الصورة بخلاف مين؟ بخلاف الملائكة. ولا أنثى والقول بنبوة مريم ضعيف بل هي صديقة. ولم تكن نبيا قط أنثى، يعني ما فيش إيه؟ امرأة نبية. خلاص؟ ولكن ايه؟ في قول بانه في من الايه؟ وهذا القول ايه؟ للاشعري الامام ابو الحسن الاشعري والامام القرطبي. استدلوا بانه السيدة مريم عليها السلام نبية. لكن خد بالك الخلاف في انه تكون امرأة نبية او لا تكون هذا في النبوة. لكن ايه؟ القطع دليل قطعي على ان الرساله لا يمكن تكون في النساء لان الايه صريحه وما ارسلنا من قبلك الا رجالا. يبقى في الرساله لا يمكن ما فيش امراه رسول ما نقولوش رسوله لانه صيغه فعول مثل ايه؟ لا تؤنث. يعني امراه صبور ورجل صبور اوعى تقول صبوره خطا. زي ما اقول لك امراه عجوزه لا عجوز ما ينفعش تقول احنا ليها
شاكور ما تقولوش ايه شاكورة خلاص. يبقى الخلاف ده فيه في انه هو مش في الرسالة، لان الرسالة فيها نص صريح، فلو واحد خالف النص الصريح هيكفر عنه. انما الكلام فيه في النبوة، يعني هي الدليل على انه اللي استدلوا به. بيقولوا السيدة مريم عليه السلام كلمتها الملائكة، الملائكة كلمتها، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، إن الله يبشرك. وطالما كلمتها الملائكة تبقى نبية، لأن الملائكة لا تكلم إلا الأنبياء. في كذلك أدلة أخرى، إنه في القرآن سورة الأنبياء، سورة الأنبياء لم يذكر فيها غير الأنبياء، وذكرت مريم معه والتي أحسنت. وفي سورة اسمها سورة مريم لم يذكر معها إلا الأنبياء، ما حد ذكر معها إلا الأنبياء. وفي الآخر أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، أولهم واذكر في الكتاب مريم، واذكر في الكتاب موسى، واذكر في الكتاب إبراهيم. فالضمير ده أولئك يعود على كل بما فيهم مين؟ سيدة مريم. مريم. فهذا قول، ولكنه يخالف قول مين؟ الجمهور. قول الجمهور. هو قول ضعيف. والراجح أن مرتبتها عليها السلام إنما هي مرتبة الصديقية. قال تعالى ما المسيح ابن مريم قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة، يعني مرتبة الصديقية دون مرتبة النبوة، هي أعلى مرتبة يصل إليها البشر بعد النبوة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، يعني معناها مرتبة الصديقية بعد مرتبة مين؟ الأنبياء. بعد مرتبة الأنبياء. نعم. وقوله تعالى يعني معناها، خد بالك ربنا يقول وأمه إيه؟ صديقة. صديقة. لو كانت نبية كان قال نبية، يعني يمدحها بالوصف الإيه؟ الأعلى. نعم. فلما قال وأمه صديقة، هذا في معرض الثناء والمدح. نعم. فلو كان لها درجة أعظم من الصديقية كان إيه؟ مدحها. نعم. وقوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه لا يقتضي النبوة، يعني برضو دليل ثاني من هؤلاء الذين جوزوا أن تكون المرأة نبيا. الدليل الأول تكليم الملائكة لسيدة مريم. نعم. وكمان مش تكليم بس، ده جالها الأمين جبريل نفسه اللي هو ما بينزلش إلا على الأنبياء. نعم. فأرسلنا إليها روحنا. نعم. وفي حاجة تاني الوحي، وأوحينا إلى أم موسى، خلاص كده. نعم. بس هذه الأدلة كلها مردودة عليه، لأنه الوحي بتاع أم موسى ده وحي إلهام. وفي وحي تاني وحي غريزي زي وأوحى ربك إلى النحل. حد قال بنبوة النحل؟ لا. أما أوحى الله تعالى إليه. نعم. لا يقتضي النبوة بل المراد الإلهام، وهو الإلقاء في القلب، فإنه يقع حتى لبعض الحيوانات غير العاقلة، كما في آية وأوحى ربك إلى النحل. يعني معناها الإلقاء في القلب أو في الروح ده يقع حتى لبعض الحيوانات غير العاقلة، كما قال تعالى وأوحى ربك إلى إيه؟ النحل. وفي آية إيه؟ إنه الوحي يكون للسماء والأرض وحتى لبعض الجمادات، وهذا لا يقتضي. والشياطين إلى أن وقولنا أوحي إليه بشرع أي كان له كتاب أم لا؟ هو ده السؤال اللي الواحد كان بيسأل فيه، يعني الوحي للنبي لا يشترط أن يكون إيه؟ كتاب. كتاب يعني موحى به، يعني وحي يعني تكليف أمر أو نهي أو نبأ أو خبر يسمى وحي. ولا يشترط أن يكون الوحي كتابا، ممكن يكون كتاب وممكن يكون إيه؟ غير كتاب. ما هو إذا كان نبي فقط مش رسول فلازم يكون مأمور باتباع شريعة من سبقه أو من كان معاصرا له من الرسل، لازم. وإن ما كانش في حد مثلا يعني
معاصر له يبقى الشرع الذي أوحي إليه. واختلف في عدة الأنبياء فقيل 124,000 وقيل 124,000. خلاص عرفنا كده معنى ايه نبي، لسه هندخل في ايه في تعريف ايه الرسول ثم الفرق بين النبي والرسول. نعم. يبقى عرفنا النبي في اللغة ايه مشتق من ايه؟ من النبأ، من النبأ او من النبوة او من يعني يا اما الياء المبتدا دي المدغم اما تكون من همز او من واو. نعم. وخد بالك لفظ النبي ده لا يجوز في اللغة تصغيره، يعني كتاب نصغره فنقول ايه كتيب. فلا يجوز تصغير لفظ النبي، مش بس لفظ النبي فقط، وكذلك الرسول، ولا اي اسم من الاسماء المعظمة. لان الاسماء المعظمة المرفوعة الرتبة لا يجوز تصغيرها، فتصغيرها ممتنع مش لغة شرعا. خلاص كده، لان التصغير للتحقير، لانه التصغير ده ممكن يكون ايه للترحم او للتحقير او يعني له ايه اسباب. انما الاسماء المعظمه لا تدخل في باب الايه في باب التصغير. واختلف في عدة الأنبياء فقيل 124,000 وقيل 124,000. يعني اختلفوا في عدده 124,000، يعني 124,000. وقيل في رواية تانية دي من مجموع روايات 100 يعني 200,000 و24,000 أرسل منهم 313 أو 14. يبقى 13 14 15 ده لازم يتفتح الاثنين مع بعض مبني على فتح الجزئين لحد 19. عليها ايه 19، مفيش حاجه اسمها 9 طالما مركب، يبقى مبني على ايه على فتح الجزئين. يبقى اما عددهم كام ها 100,000 أو 200,000، ولكن الذي يعني لا يجوز اعتقاد هذا العدد ولا إيه العدد الثاني من المسائل الاعتقادية مبنية على القطع، لهذا إيه رواية تذكر كده للعلم، ولكن ليس للاعتقاد، لأن العقائد لا تبنى على إيه أحاديث آحاد أو أحاديث إيه ضعيفة ظنية لضعف، يعني مش فقط حديث آحاد فقط. بعض الناس ينازعنا في حجية خبر الأحاد في العقيدة، ومع ذلك ليس فقط خبر أحاد بل هو ضعيف، يعني فيه ضعف من ناحية الرواية التي ورد فيها. ليه؟ ويعارضه قوله تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فنؤمن كده إجمالا بكل الأنبياء وكل الرسل دون أن نقطع بعدد معين. يعني لا يجوز اعتقاد عدد كده، كل رسول وكل نبي أرسله الله تعالى فنحن نؤمن به، لكن ما عددهم أو ما عدتهم لا يعلمها إلا الله، لأن الله تعالى يقول وإن من أمة إلا خلا فيها إيه؟ رسول نذير. ويقول تعالى منهم من قصصنا عليك، ويقول سبحانه وتعالى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. فلا نقطع به بعدد. طيب واحد يقول لك جوار الحديث، قل له الحديث ده لا يكفي، لأنه الحديث ليس إيه آية قرآنية وليس صحيحا، فضلا عن ذلك هو خبر إيه الحديث ضعيف. ومع ذلك ليس معنى هذا أننا نكذب الحديث، لأنه الضعيف ده إيه فيه احتمال، فنحن لا نكذب ولا نعتقد، يعني نؤمن بكل بإيه إجمال على إيه ما علم الله تعالى عدده، لا نؤمن بعدد معين. نعم. إلا العدد الذي ورد يا مولانا نؤمن به قطعا. ما هذا الورد بأسماء التفصيل ده لابد نتكلم على الإجمال، عدد الإجمال. نعم.
والحق أنه لا يعلم عدتهم إلا الله تعالى لضعف الحديث الوارد في ذلك، ولقوله تعالى: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. قوله جاء بالتوحيد صفة لنبي. يبقى الآن عاوزين قبل ما ندخل فيه جاء بالتوحيد عاوزين نعرف، خلاص عرفنا معنى نبي، ايه الفرق بين النبي والرسول؟ هو التعريف وهو بس في الآخر ايه؟ أمر بتبليغه. يبقى أمر ده معناه أخرج مين؟ النبي أصبح هنا إيه؟ رسول. فإلا يعني شوف كده، إن أمر أو لم يؤمر فهو نبي، النبي عنه. ولكنه إن أمر جزاد على إيه؟ على النبوة كونه إيه؟ رسول. يعني سواء أمر أو لم يؤمر، أو لم يؤمر لا يخرج عن النبوة. لكنه إذا أمر يبقى إذن يزيد على النبوة إيه؟ الرسالة. طب وإذا لم يؤمر يبقى إذن هو إيه؟ هو نبي. يبقى الفرق أولا بين الرسول والنبي نأخذهما من الكلمة نفسها، لأن كلمة نبي معناها في اللغة غير معنى رسول، دي نبي ودي رسول. مش ممكن، حتى دي من مادة ودي من مادة، ودي لها معنى ودي لها معنى، فلا يمكن أن الكلمتان يكون معناهم واحد. يبقى الكلمتان يعني لفظ الكلمتين ومدلول الكلمتين في اللغة يدل على إيه؟ على أن بينهما اختلافا أو فرقا. يبقى إذا نأخذ من ذلك، من التعريف ده الذي ذكرناه هو تعريف الجمهور، أن الرسول نبي وزيادة. مش كده القاعدة بتقول إيه؟ ها؟ كل رسول النبي وليس العكس. قلنا بينهما عموم وخصوص مطلق على الصحيح، والبعض قال بينهما عموم وخصوص وجهي أيضا. في بينهم عموم وخصوص. إيه العموم والخصوص؟ يعني نفهمه من هذه القاعدة أو من هذا القول: كل رسول النبي ولا عكس. أو ده العموم والخصوص، لأن النبوة أعم من الرسالة، ولذلك كل رسول نبي، والرسالة أخص، ولذلك ليس كل نبي إيه؟ رسولا. ولذلك عندما يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يلزم من هذا أن يكون خاتم المرسلين. ليه؟ لأن كل رسول نبي، فلا يكون الرسول رسولا إلا إذا سبقت ذلك نبوة. فإذا ختمت النبوة ختمت الرسالة، فلا رسالة ولا نبوة. شوف كده، وخاتم النبيين. لكن لو قال وخاتم المرسلين يبقى معنى كده الذي أغلق هو الرسالة مش النبوة. طب ليه أخذنا من غلق الرسالة غلق الاثنين، ومن غلق النبوة غلق واحد؟ وقال لك لأنه الرسول ده نبي وزيادة، يعني هو في نفس الوقت نبي برضه. فإذا كان ما فيش نبوة يبقى تنتفي من باب أولى إيه؟ الرسالة، لأنه لا يمكن يكون رسول ليس نبيا. لكن ممكن يكون نبي وليس إيه؟ رسول. وليس رسول. يبقى فهمنا الفرق الإيه؟ المهم ده. انتفاء العام يستلزم انتفاء الأخص. انتفاء الأعم يستلزم انتفاء الأخص ولا عكس. فتدل الكلمتان على الفرق بينهما، فالرسول نبي مش كده؟ وزيادة. والوصف بالرسالة مغاير للوصف بالنبوة مش كده؟ يعني هل الوصف بالرسالة هو نفس الوصف بالنبوة ولا مغاير؟ مغاير. لأن الله تعالى لو كان الوصف بالرسالة هو نفسه الوصف بالنبوة ما قال سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان إيه؟ ها؟ إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. يعني معناها غاير بين الوصفين. فلو كان الرسالة هي النبوة والنبوة هي الرسالة كان يقول وكان نبيا. هو كان رسول، قال وكان رسولا نبيا، يعني دل على انه في مغايره بين الايه؟ الرسالة والنبوة. بين الرساله وبين الايه؟ النبوة.
فالوصف بهما معا يشعر بتغاير مفهومهما. ولذلك قال العلامة الزمخشري الرسل، يعني أراد أن يذكر لنا الفرق بين الرسل وبين الأنبياء. فقال الرسل هم أصحاب الكتب والشرائع، يعني اللي معاه كتاب ومعاه شريعة ده رسول. والنبيون هم الذين يحكمون بهذه الكتب وبهذه الشرائع مع أنهم يوحى إليهم، ولكنهم يحكمون بهذه الكتب والشرائع. وفهم الزمخشري ذلك من قوله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، يبقى دل على إن النبيون بيحكموا به بشريعة الرسل، بشريعة مين؟ موسى عليه السلام. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ولم يقل ليه لرسول، لأنه لو جاء رسول حيلغي الشريعة بتاعت مين؟ سيدنا موسى، بتاع سيدنا موسى. فكل اللي جوا من بعد سيدنا موسى إيه؟ أنبياء. أنبياء خلاص كده. إذ إيه؟ يبقى هنا يحكم بها إيه؟ يحكم بها النبيون، دل على انه في فرق بين الرسول وبين الايه؟ النبي. النبي. وقلنا الفرق هو ايه؟ هو لا هو هو الارسال. 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 خلاص كده؟ واحنا نتكلم على معنى الارسال. بعدين ذهب المعتزلة وبعض من وافقهم من اهل السنة الى ان النبي والرسول مترادفان. يعني الرسول هو النبي والنبي هو الرسول. يعني زي كأنهم إيه؟ لفظان مترادفان. قلنا الترادف معناه إيه؟ تعدد اللفظ واتحاد الإيه؟ واتحاد المعنى. يعني اللفظ مختلف ولكن المعنى إيه؟ واحد. فيسمى هذا في اللغة إيه؟ الترادف. يبقى المعتزلة ومن رأى رأيهم قالوا إنهما إيه؟ مترادفان. والغريب أنا لما رأيت دليل المعتزلة يعني استغربت ليه، لأن الآية اللي احنا بنستدل بها الآية الوحيدة التي نستدل بها على المغايرة بينهما آية الحج، وما أرسلنا من قبلك إيه؟ من رسول ولا نبي. مش كده؟ الآية دي تنص على الإيه؟ على المغايرة. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. والعطف يقتضي المغايرة. والعطف يقتضي المغايرة. الغريب أنه استدلوا بها على إيه؟ على أنهما مترادفان. كيف ذلك؟ لأنهم قالوا إن الله تعالى جمع بينهما في الإرسال. شوف النكتة اللي راحوا لها، وما أرسلنا، يعني بيقولوا النبي مرسل. الرسول مرسل والنبي، لأنه ما أرسلنا مصلبة على إيه؟ على الاثنين. فيبقى معناها وما أرسلنا من قبلك من نبي من رسول ولا أرسلنا من قبلك إيه؟ من نبي. من نبي. يبقى كلاهما مرسل. يبقى إذن معناهما إيه؟ واحد. شوف ما راحوا لحاجة وإحنا رحنا لإيه؟ لحاجة ثانية. الرد عليهم سهل، لأن هناك محذوف مقدر وهو إيه؟ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبأنا من نبي. الله الله. وهذا إيه؟ له نظائر كثيرة في اللغة. يعني ممكن يضمر الإيه؟ الفعل. خلاص كده؟ لأن العطف يقتضي الإيه؟ المغايرة. لأنه لو كان ده رسول وكان ده رسول، ومعناها التكرير عبث ويتنزه القرآن عن إيه؟ العبث في ألفاظه أو معانيه. قوله جاء بالتوحيد صفة لنبي، لأن الجملة إذا لما تيجي تحب ترد على المعتزلة تضمر إيه؟ فعل إيه؟ محذوف تقديره يدل عليه اللفظ. يعني وما أرسلنا من رسول ولا نبأنا من إيه؟ من نبي. صفة لنبي لأن الجملة إيه ده اللي هو إيه ده الآن متكلم فيه؟ جاء بالتوحيد اللي هو إرسال العنوان كده، إرسال الرسل. إرسال النبي على فترة محبب مش من الشارع على نبي إيه؟ جاء بالتوحيد. قوله جاء بالتوحيد صفة لنبي، لأن الجمل بعد النكرات صفات،
ومحط الصفة قوله. يبقى هنا على نبيه هو هتنسى البيت اللي قبله لأنه هنا في جار ومطلوب مجرور متعلق بأن الصلاة والسلام كائنان وموجودان ومستقران وباقيان على نبي جاء بالتوحيد. نعم. يبقى بعد كده كلمة جاء بالتوحيد يعني عم يقول لك يعني متى جاء؟ ها؟ متى كان مجيئه؟ الجواب في قوله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة. فإرساله صلى الله عليه وسلم كان على إيه؟ فترة. على فترة. قد جاءكم رسولنا وهنا قال إيه؟ رسولنا لأن الأمر حيتضمن إيه؟ الرسالة والتبليغ. يبقى الرسالة من إيه؟ مأخوذة من الإرسال مش كده؟ نعم. الإرسال يعني أمر الله تعالى للنبي بالبلاغ. أول ما تسمع إرسال يعني أمر بالبلاغ. ولذلك لما جاء وصفه أو لما جاء ذكر لفظ الرسول حتى في القرآن ما على الرسول إلا البلاغ. يعني من غير بلاغ ما يبقاش كيف رسول؟ إذا كان هو أصل أصل اللفظ هو كده إلا لازم عشان الرسول يكون في إيه؟ تبليغ. طيب إيه معنى الإرسال؟ قالوا الإرسال ده معناه في اللغة إيه؟ مأخوذ من التتابع كما تقول جاء الناس أرسالا يعني وفد بعد إيه؟ بعد الآخر تتابع. طيب لما نقول إيه؟ نبي عرفناها على وزن إيه؟ فعيل. فعيل. طيب ورسول؟ فعول. فعول. طيب نبي عرفناها وصف مش كده؟ موصوف بالنبوة. نعم. يعني مخبر وصف. طيب ورسول؟ ها؟ لا بس هو ايه ده؟ يعني ده وصف صفة يعني ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ اسم مفعول. رسول اسم مفعول ولا اسم فاعل؟ هو ياتي للاثنين يا مولانا. ها؟ فاعول ياتي للاثنين. لا اسم فاعل ولا انما هو ايه؟ مصدر. وارسلناك للناس رسولا. يبقى الرسول معناه ايه؟ مصدر. مصدر ولكن يوصف به. يبقى يوصف ايه؟ به. كيف مصدر يوصف به؟ ما ممكن توصف بالمصدر؟ نعم. فنعت ايه؟ مصدر كثيرة. كثيرة. فالتزموا الافراد والتذكير. نعم. ولذلك لما يجي يقول ايه؟ سيدنا موسى وسيدنا هارون يقولوا ايه؟ إنا رسول بالايه؟ بالافراد. إن رسول إيه؟ رب العالمين. يبقى على المصدر. ولما يكون ويستعمل أيضا بمعنى إيه؟ الوصف فيأتي إيه؟ التثنية. يبقى إيه؟ رسولا. ولذلك الرسول ده في اللغة مصدر. ما هو موجود أرسلناك للناس رسولا. أرسلته رسولا. زي يقول بعثته بعثا أو ضربته ضربا. أرسلته رسولا. يبقى رسول في اللغة إيه؟ مصدر. ولكن مصدر وصف به مشترك بين ايه وايه؟ بين المرسل والرسالة. ايه معنى مشترك؟ يعني يجوز نسمي الرسالة نفسها رسول ويجوز نسمي المرسل بها رسول. اهو معنى مصدر ايه؟ ها؟ مصدر مشترك بين ايه؟ بين الرسول والرسالة. الرسول والرسالة. بين الرسول والرسالة فيطلق على المتحمل وعلى من تحمله هو الرسول. يعني يطلق على الشيء اللي انت تحملته او على ايه؟ على المتحمل. نعم. وسمي الرسول رسولا ليه؟ لانه ذو رسالة يتتابع بها. يعني مش هتيجي مرة واحدة، في متابعة، في رسالة بعد رسالة بعد، في تتابع. ولذلك من ايه؟ خرج الناس او جاء الناس ارسالا يعني افواجا ايه؟ بتتابع. يبقى الرسول سمي رسولا لانه ايه؟ ذو رسالة. طب ايه معنى الرسالة؟ او ايه مقتضى الرسالة؟ قال لك مقتضى الرسالة اربع حاجات: أن تكون بين مرسل ومرسل ومرسل إليه ومرسل به. تعال كده، أنا أعطيتك الكتاب ده تروح به لفلان، فأنت إيه؟ مرسل إليه.
لا انت مرسل. مرسل نعم مرسل. انت مرسل خلاص كنت انت مرسل تمام كده. وهذا الذي تذهب اليه بالكتاب مرسل اليه خلاص. طب والكتاب مرسل ايه به. يبقى في ايه في مرسل ومرسل في ولا اللي بعته انا مرسل نعم. يبقى في حاجه ثاني اربع حاجات. مرسل اللي هو انا اللي بعتك وانت مرسل وفلان ده رايح مرسل اليه والكتاب اللي رايح له بيه مرسل به. حط بين قوسين كده المرسل به اللي هو الرساله. يعني الرسالة تقال على أي واحد من الأربعة على المرسل به. طب الرسول على اللي رايح المرسل فقط مش كده؟ مش قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يبقى الأرسل إيه هو إيه؟ هو المرسل إليه. والرسول هو إيه؟ هو المرسل. المرسل. فلنسألن الذين أرسل إليه. أرسل إليه ولا نسألن المرسلين. يبقى كيف يبقى أرسل إيه؟ أرسل إيه معناها هو إيه اللي هتبلغه الأمم. والمرسلين هم إيه؟ هم الرسل عليهم الصلاة والسلام. يبقى الرسالة كم حاجة؟ أربعة. مرسل. مرسل ومرسل. أول حاجة أول حاجة المرسل. أول حاجة طبعاً ده. مرسل. لا الرسالة تطلق على واحد فيهم. الأول حاجة المرسل. وبعد كده المرسل إليه. وبعد كده المرسل به اللي هو إيه؟ اللي هو الرسالة. وبعد كده المرسل. اللي هو الرسول. خلاص كده؟ أربعة كام؟ مرسل ومرسل ومرسل إليه ومرسل به. نسيت ولا لسه؟ لا. فالرسول هنا بمعنى ايه من الاربع دول؟ ها؟ مرسل مرسل بمعنى المرسل. نعم. الرسول بمعنى ايه؟ مرسل. ولذلك فهمها الكفار في اخر سوره الرعد ويقول الذين كفروا لست مرسلا. يعني لست رسولا. يبقى قال لست ايه؟ مرسلا. استعمل المعنى الايه؟ اللغوي. نعم. ولا خلاف كما قلنا في أن الله تعالى لم يرسل رسولا من النساء. ليه؟ لقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. وده مش عيب في النساء عشان ما يزعلوش ولا نقص. لا، لأن أعباء النبوة ومتطلباتها من جهاد ومعاناة وما تقتضيه من مصابرة لا يطيقها النساء. فده تخفيف عنهم لانه يعني مؤهلاتهم ما تسمحش لهم بالاشياء دي. ونسب لسيدنا عبد الله بن عباس ان المراد بالايه يعني بقوله تعالى وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نفي استنباء النساء. يعني ورد كده تفسير عن ابن عباس انه معنى يعني ايه ايه المراد بهذه الايه وما ارسلنا من قبلك الا ما معروف انه الذين ارسلوا ايه ادم الذين قصهم الله تعالى علينا في ايه واحده قص علينا ثمانيه من بعد عشرين يا 18 واحد سوره الايه الانعام ولم تذكر فيهم امراه واحده. فلماذا سيقت هذه الايه في موضعين في سوره النحل في سورة الايه؟ ها؟ في سورة الأنبياء. قال ابن عباس هذه الآية سيقت يعني وردت لإيه؟ لغرض وهو نفي استنباء النساء. وقال سيدنا الحسن بن علي لم يبعث الله تعالى رسولا من أهل البادية من الأعراب. الأعراب أشد كفرا شبه يبعثون الرسول وأكثر أهل لا يعلم حدود ما. لم يبعث الله رسولا من أهل البادية ولا من النساء ولا من الجن. وذكر القاضي أبو بكر الباقلاني وأبو المعالي الجويني إمام الحرمين الإجماع على أنه ليس في النساء نبيا. ما فيش نبيا. ها؟ وقلنا هناك من ذهب إلى جواز
استثناء بعض النساء ومنهم الأدلة التي سبقت. وأكثر العلماء في بعض الأنبياء مختلف في نبوتهم، وهم أربعة: ذو القرنين والخضر والعزير ولقمان. هؤلاء الأربعة مختلف في نبوتهم، ولكن أكثر العلماء على أن الخضر، أكثر العلماء على أن سيدنا الخضر ليس نبيا وإنما هو عبد صالح، وأكثر العلماء. لكن منهم بعض أهل العلم قالوا بنبوته، وذلك لأنه قال في آخر الآية: وما فعلته عن أمري، فاستدلوا. لكن هذا ليس دليلا قويا ولا صريحا، وأنت ممكن تكون مأمور بس من نبي آخر، خلاص كده مش معنى الأمر يكون إيه لك. ده أكثر العلماء على أن سيدنا الخضر عليه السلام، وإذا ذكر نقول عليه السلام ليه؟ لأنه يلقي السلام على الحاضرين في المجلس، ولأن أهل الحديث قالوا إنه قالوا ببقاء حياته إلى الآن، ومنهم من ابن كثير البداية والنهاية، ومنهم كثير من أهل العلم قالوا بأنه ما زال حيا، ولا يعارضه ما ورد في من قوله تعالى: وما جعلنا البشر من قبلك الخلد، لأن الخلد معناه البقاء الدائم، وهذا ليس لأحد من قبله ولا من بعده. يبقى إذن الخضر ليس من الأنبياء على قول الجمهور. وأما سيدنا لقمان في سورة في القرآن الكريم ذكرت باسمه: ولقد آتينا لقمان الحكمة، فهو حكيم، يعني وصفه الله تعالى بالحكمة، وهو من تلاميذ الأنبياء، يعني هو تلميذ لسيدنا داود، عشرين نبي، يعني هو من تلاميذ الأنبياء وليس من الأنبياء، لأنه لم يذكر مع الأنبياء. ده حتى السورة تحت سورة لقمان، لو كان من الأنبياء لذكر في سورة الأنبياء. وكذلك من خصائص الأنبياء إنه من كان فيه، نقول طبعا النبي لما عرفناه أو الرسول، سليم عن منفر طبعا، زي العمى والجذام والبرص والأمراض المؤذية المنفرة. فمن كان فيه منفر كعمى وبرص وجذام فلا يكون نبيا ولا رسولا. أما ما ورد من عمى سيدنا يعقوب وبيضت عيناه من الحزن، وبلاء سيدنا أيوب أو سيدنا شعيب، فإنه قد حصل لهم ذلك بعد تقرير النبوة والكلام فيما قارنها. يعني هذا كان بعد ما قررت وثبتت لهم النبوة، وهذا زال عنهم، يعني كان شيء عارض وزال عنهم، يعني كان نوعا من الابتلاء بخلاف الصفة الدائمة. ولذلك مرت في نفس السورة: ولما جاء البشير ألقاه على وجهه، كان هذا أمر عارض ولم يكن وصفا دائما لسيدنا يعقوب. نعم. الآية في الرسالة مش من هو ما أرسلنا، نفي الرسالة، لأن فين الرسالة؟ هذا دليل قطعي في نفي الرسالة وليس قطعيا في نفي النبوة. قلنا كده احنا نقول أن الكلام ده في نفي الرسالة وليس في نفي النبوة، قلنا نفيناها بأدلة أخرى غير الآية دي. وفيها خلاف. الخلاف فين؟ في النبوة، في هل تكون نبيا أم لا، وليس هناك خلاف في أن تكون ممنوع ذا قطعا بنص الآية. قوله: جاء بالتوحيد صفة لنبي، لأن الجمل بعد النكرات صفات،
آية على نبي جاء بالتوحيد. الجملة دي كده ايه واقعة في ايه؟ ها؟ في محل ايه هنا؟ صفة. صفة يبقى في محل ايه؟ في محل جر، وعلى نبي مجرور، والصفة تابعة لإيه؟ للموصوف. للموصوف. ففي حاجة اسمها إعراب الجمل. خد بالك هنا الجمل بعد ايه؟ بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال. نعم. يعني نعرفها ايه؟ صفة، ولا نعرفها حال. نعرفها صفة. لأنها جاءت بعد نكرة. يبقى نعرفها ايه؟ صفة. أما إذا جاءت بعد معرفة نعرفها ايه؟ حال. هات مثال كده. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هي جملة هنا الذي أنزل فيه القرآن، جاي بعد معرفة شهر رمضان. نعم. يبقى هنا ايه؟ حال. يبقى الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات. افرض أعربناه كده مبتدأ وخبر، ينفع شهر رمضان تبقى التقدير كده، شهر رمضان هو الذي أنزل فيه القرآن. كده تم الكلام، تم مبتدا وخبر. طب افرض اعربناها زي ما قلنا هنا الجمل بعد المعارف احوال، فاعربنا كده الذي انزل فيه القران حال، يبقى معنى كده لسه الخبر ما جاش، معناها كده ولا يتم الكلام او الفائده الا بذكر الخبر. يبقى اذا فين الخبر؟ تعال كده، شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس. في بعض الناس يفهم انه هدى للناس هو ده الخبر، انه ده التنوين ده، لكن الاعراب في الاصل ايه؟ مرفوع. لا يصح، لانه معطوف عليه بايه؟ بالنص وبينات، ولم يقل وبينات. لو كان الخبر كان العطف عليه بايه؟ بالرفع. بالرفع. يبقى معنى هدى للناس حال برضه، يعني أنزل فيه القرآن حالة كونه هدى للناس بدليل العطف، حال منصوب والمعطوف عليه منصوب. يبقى معنى كده حال، وبعد منه حال، فين الخبر؟ يبقى لا بد، ما ينفعش خلاص ده كلام ده شر، لا بد من تقديره. يعني كده شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فصوموا او فعظموا او وهكذا، قدر بما ايه يناسب. يبقى اذا هنا ايه الخبر؟ لو اعربنا كده الجمله دي زي ما قلنا الجمل بعد المعارف احوال، اعربناها حال، اللي بعدها حال، يبقى معنى كده الخبر محذوف. يبقى اذا حذف لابد من تقديره حتى يستقيم الايه؟ المعنى والكلام. ممكن يا مولانا نقدر مبتدا هذا شهر رمضان فين؟ نقدر مبتدا محذوف، متقدم ليه؟ عشان اضافه شهر رمضان، معروف هذا شهر رمضان، يبقى كده مبتدا وخبر مبتدا اول مبتدا وهكذا. يبقى هتعمل مبتدا اول مبتدا ثاني، ويبقى الخبر في محل خبر المبتدا الثاني، والمبتدا الثاني وخبرهما في محل خبر الاول. هنعمل شغلانه ليه؟ خلي ما ينفعش كده، خليك ماشي مغري. ومحط الصفة قوله وقد عرى الدين عن التوحيد، لأنه حال من فاعل جاء. يعني بقول لك هنا ايه؟ اعربناها الجملة بالوقت ايه؟ على نبي جاء بالتوحيد، مش حال ولكن صفة. وأحسن ليه؟ لأنه قلنا نكرة، بعد النكرات تبقى هي صفات. طب والصفة تدل على ايه؟ على الثبات والبناء، جاء واستقر مجيئه على الايه؟ على التوحيد. بخلاف الحال يدل على انه حال منتهي، انما دي وصف ايه؟ وصف دائم. ومحط الصفة قوله وقد عرى الدين عن التوحيد، ما دي معنى على نبي جاء بالتوحيد وجعلت وصف ولم تجعله ايه؟ ها؟ حالا. فرحان كذا ومبتهج، مع انه كل نبي جاء بالتوحيد. ما وجه تخصيص ان نبينا صلى الله عليه وسلم جاء بالتوحيد مع انه كل رسول جاء؟ وما ارسلنا من قبلك من رسول
قال لك ما هو مش فقط هو المراد مش ده هو محط الصفة، إنما محط الصفة ومعتبرها ومفادها أنه جاء بالتوحيد في حالة خلو الدين عن التوحيد. وهذا لم يأتي نبي بالتوحيد في حال أن الدين خلى أو عرى عن التوحيد إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أو ده المراد، يعني عاوز يقول لك جاء بالتوحيد ليس كشأن غيره من الأنبياء، إنما جاء بالتوحيد في حال عرو أو خلو الدين عن التوحيد. خلاص كده؟ يلا. ومحط الصفة قوله وقد عرى الدين عن التوحيد، لأنه حال من فاعل جاء، لأن الحال وصف لصاحبها قيد في عاملها. وبهذا التقرير ظهر توضيح الصفة للموصوف، لأنه لم يأتي نبي يعني بهذا البيان، يعني أنه جاء بالتوحيد وقد عرى الدين عن التوحيد. هذا القيد ده هو الايه الذي أظهر لنا إيه الميزة التي تميز بها النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه لم يأتي نبي بالتوحيد في حال خلو الدين عن التوحيد إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني يقول لك لأنه لم يأتي نبي بالتوحيد في حال خلو الدين عن التوحيد إلا مين؟ بدليل قوله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. وكذلك هنا لما قال وقد عرى، عرى يعني تعرى أو خلى الدين، هذا معناه أن الدين معناه كل ما يتدين به ولو كان باقيا، بدليل أنه لا يمكن أن يعرى الدين الصحيح عن التوحيد. يبقى هنا معنى كلمة وقد عرى الدين كل ما يتدين يبقى به. أي حاجة يتدين بها ولو كانت باطلة، لأنه الذي عرى عن التوحيد هو الدين الباطل مش الدين الحق. فهذا دليل على أنه سمى عبادة الأصنام دينا، لأنه لم يكن فيها توحيد. توحيد الله تعالى قد سمى عقائد أهل الكفر دينا، قال تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ولا في الآخر ليه لكم دينكم فسماه دينا وليه دين. وقال تعالى في العقائد الأخرى التي تخالف الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فسماها دين. يبقى الدين ما يتدين به ولو كان باطلا. وقوله جاء أي أرسله الله للثقلين على رأس الأربعين. جاء يعني جاء لمين؟ جاء كده خلاص من غير ما في حد يكون إيه مجيء إليهم. جاء ما قال لك هنا إيه لما يكون ما فيش مفعول جاء، يبقى معناها يفيد إيه؟ يفيد العموم. فحذف المفعول في اللغة معناه إفاد. لم يقل جاء إلى من؟ ألم يقل تعالى والله يدعو إلى دار السلام؟ ولم يقل يدعو من؟ يدعو كل الناس، كل من يدعى، كل من يرسل إليه جاء. وقد جاء، جاء بالتوحيد، ولم يقل جاء لمن؟ لم يقل إلى البشر ولا إلى الجن ولا إلى الملائكة، قال جاء. يبقى يفيد عموم رسالته صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين، لأنه حذف المفعول في اللغة يفيد الايه؟ العموم. بدليل شوف الآية والله يدعو إلى دار السلام، فحذف المفعول، ولكن في الهداية والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء. عارف لو حذف المفعول هنا كانت الهداية بقت ايه؟ بقت عامة للكل، لكن الهداية خاصة لمن شاء الله هدايتهم، أما الدعوة عامة لمن شاء هدايته ولمن لم يشاء. نعم. يبقى حذف المفعول يفيد الايه؟ العموم. نعم.
وقوله جاء أي أرسله الله للثقلين على رأس الأربعين، وقيل على أول الأحد والأربعين. يعني في اختلاف، هل الرسول لما بعث على رأس، يعني لما تم 40 سنة بالضبط كده؟ هذا قول. قول آخر على أول الأحد والأربعين، يعني لما كمل 41، وبعضهم قال 43، كل هذا إيه موجود. والصحيح أن الوحي في المنام كان في ربيع الأول، لأنه في صحيح البخاري أول ما بدأ به النبي عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، أول إيه من الوحي، وحي الإيه الرؤيا الصادقة، وفي رواية الصالحة. يبقى إيه الفرق بين الصالحة والصادقة؟ قد تكون الرؤيا صادقة ولكنها غير صالحة، أما إذا كانت صالحة لابد أن تكون إيه صادقة. صادقة يمكن تكون صدق لكن فيها خراب بيتك أو فيها هلاك، هذه رؤيا صادقة. أما صالحة يعني معناها فيها إيه صدق، فيها خير إيه لك، وزيك جاءت رواية صادقة ورواية إيه صالحة. يبقى 6 أشهر، يبقى عد كده بين شهر ربيع الأول وبين شهر رمضان تلقاهم كم شهر؟ 6 شهور. 6 أشهر. ولذلك الحديث بين إنه ما بين الرؤية الصادقة وبين الإيه وبين النبوة جزء من 46 جزءا. كيف من 46؟ يعني 1/46، لأنه مدة الرسالة كان 23 سنة. 23 سنة لما تقسم كل سنة على 2 تديك 6 شهور، يبقى كل سنة فيها إيه 6 شهور مرتين، 23 × 2 46، يبقى مدتها 6 أشهر بالنسبة لثلاثة وأربعين سنة اللي هي 6 شهور × 2 46، يبقى جزء من كام؟ احسبها لو ما تفهمش بالرياضة، 1/46، يعني 6 شهور لما نعملها نسبة وتناسب بين 6 شهور وبين 23 سنة، يبقى نسبة 1/46. لكن لو كانت الرؤية سنة كاملة يبقى 1/23، يبقى جزء من 46 يعني معناها 6 شهور، نصف يعني. والصحيح أن الوحي في المنام كان في ربيع الأول، وإتيان جبريل يقظة له بالقرآن كان في رمضان. طبعا ده واضح أن الوحي كان في رمضان، لما نزل عليه الغار جبريل في غار حراء عليه السلام، كان في شهر إيه؟ كان في شهر رمضان. واختلف هل ربيع الأول الذي جاء له الوحي فيه مناما هو أول الأربعين أو الأحد والأربعين، خلاف مبسوط في شراح الحديث. والحكمة في كون النبوة على رأس الأربعين لأن عندها كمال العقل وكمال القوة. والحكمة في كون النبوة على رأس الأربعين، يعني ممكن يكون رأس الأربعين 41، مش مشكلة، لأن عندها كمال العقل وكمال القوة، وهذا مفهوم أنه في آية صرح بهذا، أن الإنسان يكمل عقله وتكمل قوته عندما يبلغ 40. فين الآية؟ وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ وبلغ 40 سنة، هذا هو كمال القوة وكمال الإيه؟ العقل. وليس هذا الأمر أن النبوة تكون على رأس 40 ليس مختصا بنبينا، بل الأنبياء كذلك، إلا يحيى، بعضهم قال كذا إلا يحيى وعيسى. ليه؟ قالوا لماذا استثني سيدنا مين؟ لأنه لقوله تعالى في حق سيدنا يحيى وآتيناه الحكم صبيا، يعني واضح الحكم صبيا، لما فسر الحكم بالنبوة
هذا برضه دليل ظني مش دليل قطعي، لانه قد يفسر الحكم بالنبوه وقد يفسر بالايه؟ بالعقل والرشد. نعم نعم. فمن فسره بالنبوه قال اذا يحيى ايه؟ خرج مستثنى. نعم. وكذلك حق ما قاله تعالى في حق سيدنا عيسى وبرا بوالده ولم الايه هات الايه كده وجعلني قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا. هو لسه في المهد فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد فلما يقول وجعلني نبيا برضو هذا لا يفهم منه انه كان نبيا وهو في المهد وانما وجعلني اي ما قضى تعالى به في سابق علمه ان يجعلني نبيا فمعنى جعلني يعني سيجعلني خلاص كده هكذا يبقى الحق كده في عيسى ويحيى انهم شانهم شان غيرهم من الايه من الرسل لانه ما استدل به ليس تحت ليس ايه تحته قائل يعني مش قوي ده مجرد ايه استئناس لسه جاي اما قوله تعالى واتيناه الحكم يبقى ايه الداعي احنا نفسر الحكم بالنبوه وممكن يكون الحكم معناه العلم او المعرفه لا النبوه وممكن يكون معناه ايه النبوه وقوله تعالى وجعلني من باب التعبير بالماضي عن المستقبل لتحقق الحصول يعني اذا كان الشيء حاصلا لا محاله فيعبر به وهو لم يحصل بعد بصيغة أنه قد حصل لأنه متحقق زي ما يقول تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه وهو لم يأتي لأنه آت إن الساعة آتية لا ريب فيها خلاص آتي يعني فخلاص انقاتت عشان نريح نفسه نعم ما احنا قلنا على كمال ايه رأس الأربعين لأن عندها كمال العقل وكمال القوة هذا في الايه في المعتاد ولكن قد يكون الأمر بخلاف ذلك كما كان في بعض الايه الأنبياء زي سيدنا يحيى وأتيناه الحكم ايه صبيا ومعنى وجعلني نبيا أي سيجعلني أو جعلني نبيا في علمه بمعنى أن الله تعالى أطلع سيدنا عيسى على اللوح المحفوظ فرأى نفسه معدودا في الأنبياء ممكن وحينئذ يبقى الكلام تذكرونه من كوني رفع إلى السماء وعمره 33 يبقى ليس صحيحا عشان حيبقى شأن مين الأنبياء والمرسلين بل الصحيح أنه ما رفع إلا وهو ابن 80 سنة من الإيه؟ من النبوة يعني قاعد 40 سنة كمان يعني أقوال وبعد نزوله من السماء يعيش 40 سنة فيكون عمره كام 120 وفي البعض قال يعيش 80 يبقى 160 والله أعلم ما دامت ما فيش ايه نص قاطع صريح يبقى يجوز ليك انك تاخذ به او لا تاخذ عاوز تاخذ ب 40 ب 80 ايش 3000 وراح مفتوح الباب واتاني الكتاب الرساله واتاني الكتاب اللي هو الانجيل اللي هي الرساله ما هو المرسل به اللي هو الرساله مش احنا قلنا فيه مرسل وفي مرسل اليه وفي مرسل وفي مرسل به اللي هو ايه الرساله يعني الرسالة تقال على المرسل به قوله بالتوحيد أي الشرعي وهو على نبي هات البيت من أول الحمد لله عشان نصلي كان نزل أول 40 يعني تمام يعني بعد ما يخلص 39 يتم 40 سنة بالضبط كده على رأس 40 ولا على رأس 41 كل هذا يقال على رأس 40 الحمد لله على صلاته لأن العرب كانت تلد الكسر يعني نقول لك يعني 100 مثلا ما نقولش 101 102 لو كان 105 يقول لك 100
نعم. الحمد لله على صلاته، ثم سلام الله مع صلاته على نبي جاء بالتوحيد وقد عرى الدين عن التوحيد. قوله بالتوحيد أي الشرعي، وهو إفراد المعبود بالعبادة. يعني لما هنا شرحنا على نبي جاء بالتوحيد، ما المراد بالتوحيد؟ ما التوحيد لو يطلق على إيه؟ ها؟ على أكثر من معنى، في معاني لغوية وفي معاني اصطلاحية. فما معنى التوحيد كده لغة؟ لغة كده لو سألتك ما معنى التوحيد لغة؟ كون شيء واحد أو أفراد لغة. العلم بأن الشيء واحد، فالعلم بأن الشيء واحد يسمى لغة توحيد. طيب هذا هو المعنى الشرعي اللغوي. إيه المعنى الشرعي؟ أولا لما قال هنا على نبي الحمد لله على صلاته، ثم سلام الله مع صلاته على نبي، ما ينفعش كده على نبي جاء بالتوحيد، يعني معناها واحد يفهم أن كل نبي جاء بالتوحيد. نعم. إذن فالصلاة والسلام هنا عامة في حق الكل. طب إيه اللي عرفنا إنه المراد بهذا النبي هو سيدنا محمد فقط؟ وقد عرضنا تقييدها أنه جاء بالتوحيد في حالة خلو الدين عن التوحيد، وهذا لم يأتي إلا لمين؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن المراد بعلى نبي، المراد بالنبي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أرسل إلى جميع المكلفين من الإنس والجن، وهذا مجمع عليه. الرسالة عموم الرسالة إلى الإنس والجن مجمع عليه ومعلوم من الدين بالضرورة، فيكفر منكره. يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الثقلين إلى الإنس والجن، هذا أمر علم من الدين بالضرورة، فيكون منكره إيه؟ كافرا. بقي إيه؟ إرساله صلى الله عليه وسلم إلى الملائكة. ما هو ما فيش غير جن وإنس ومين؟ الملائكة. إرساله إلى الملائكة أرسل إليهم صلى الله عليه وسلم إرسال تشريف. ليه؟ لأن طاعتهم جبلية، فليسوا إيه؟ مكلفين بالطاعة، لأنه يكلف من فيه الإيه؟ الاختيار. أما طاعة الملائكة طاعة جبلية، فهم منقادون أو مؤمنون به ومكلفون بشرع، مش من ناحية التكليف، من ناحية الإيه؟ التشريف. يبقى مرسل إليه إرسال إيه؟ تشريف وليس إرسال إيه؟ تكليف. ليه؟ لأن للملائكة شرف لهم أن يرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن في الحديث في الآية بتاع سورة التكوير ذي قوة عند ذي العرش مطاع ثم إيه؟ أمين. فقال إيه؟ الأمن ده حصل له إيه؟ ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية ثم أمين، يعني وصفه إيه؟ بأنه أمين، وقبلها إيه؟ لم يكن هذا الوصف. قوله بالتوحيد أي الشرعي، وهو إفراد المعبود بالعبادة. يبقى المراد جاء بالتوحيد مش المعنى اللغوي الشرعي، إنما المعنى إيه؟ الشرعي اللي هو إيه؟ إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفات وأفعالا. فقولنا إفراد المعبود بالعبادة، التوحيد معناه كده إفراد المعبود، شوف كده بالعبادة. إفراد المعبود يعني الأول إقرار بإيه؟ بوجوده، مش كده؟ ثم إفراده بالعبادة، ثم إيه؟ مع يعني في حالة كونك تعتقد أنه موجود ومتصف بصفات الكمال، وهو واحد في ذاته وصفاته وأفعاله. إذن فقد جمعت كل المعاني التي يراد بها التوحيد
فلا داعي لتقسيم التوحيد لا إلى ألوهية ولا إلى ربوبية ولا إلى هذا التقسيم المبتدع المختلق الذي لم يسبق إليه لا إنس ولا جن ولا ملك. يبقى إفراد مش ده توحيد الألوهية؟ نعم. المعبود مش ده الإقرار بالربوبية؟ نعم. مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفات وأفعال. إيه بقي تاني؟ ما هو الأسماء متضمنة للصفات عشان توحيد الأسماء والصفات. طب والأفعال اعتقاد إيه؟ عدم التأثير لغيره سبحانه وتعالى. فلم يبقى شيء من أنواع التوحيد حتى نقسم ونتكلم. فقولنا إفراد المعبود بالعبادة أي عدم الشريك له فيها ظاهرا وباطنا. وقولنا مع اعتقاد وحدته أي معرفة وحدته. يعني مع اعتقاد وحدته أي معرفة وحدته يعني تعرف، لأنه أول واجب على المكلف هو معرفة الله مش كده؟ وليس المراد بالمعرفة يعني معرفة كن الذات أو حقيقة الصفات، فإن هذا أمر لم نكلف به وهو غير ممكن أيضا. يبقى المراد به بالمعرفة التصديق بوجوده سبحانه وتعالى وأنه موصوف بأوصاف الكمال ومنزه عن صفات النقص. والاعتقاد هنا هو الجزم المطابق للحق، يعني معنى مع اعتقاد يعني مع الجزم المطابق للحق. طيب الجزم مما يأتي، يعني كيف أكون جازم؟ يعني الجزم ده عن القطع طرقه، يعني هذا الجزم إما أن يأتي بكشف، وهذا للأولياء المقربين أو للأنبياء يكشف لهم عن الحقيقة فيرونها، وإما بدليل تفصيلي أو إجمالي. دليل تفصيلي ده يبقى الكشف ده للأولياء جماعة الصالحين الكمل ومن بعد أولى الأنبياء أو الملائكة. ودليل تفصيلي ده مين؟ العلماء الذين عندهم مقدرة على إيه؟ حل الشبه ورد الطعن والكيد. ده اسمه دليل تفصيلي. أو إجمالي، دليل إجمالي يعني معناه هو المعجوز عن تقرير أو دفع في الجملة، لكن يعجز عن إيه؟ عن رد الشبه. وبعد كده تقليد لعارف على القول بصحة إيمان المقلد. يبقى ايه التقليد ده؟ هل التقليد يحصل به الجزم؟ ما هو قالوا ايه؟ وحقق فيه الكشف. السبكي قال انه يعني بحيث ان يجزم بقول الغير كفى والا كفى. هي معنى يجزم؟ يجزم يعني ممكن ياتي الجزم في التقليد بحيث انه لو رجع المقلد لا يرجع المقلد. أو ده الجزم ده فممكن. أو تقليد لعارف. يبقى ثاني الجزم يعني معناه جزم مطابق للحق، لأنه في جزم ولكنه غير مطابق للحق، في جزم باطل زي إيه؟ جزم النصارى واعتقادهم بأن الله ثلاثة يجزمون وهو باطل لأنه غير مطابق للواقع، ولذلك قيده بأنه يكون جزما مطابقا للحق، وهذا يكون بكشف أو دليل التفصيل. أو إجمالي. دليل تفصيلي مثلا لما نجيب الأدلة اللي هي المنطقية والمقدمات والنتائج معروف، وفي دليل إيه؟ إجمالي. يعني مثلا إيه؟ زي قول الأعرابي مثلا البعرة تدل على الإيه؟ وأثر الأقدام يدل على الإيه؟ فهذا القول مثلا يدل على أن له خالق، أو ده دليل إجمالي. طالما في خلق يدل على أنه في إيه؟ خالق، لأنه مش معقول كده يوجد هذا الكون من أهو ده الدليل الإيه؟ لكنه لا يستطيع أن يفصله، يعني لا يستطيع أن يأتي بالمقدمة الصغرى والكبرى والنتيجة ميجي. ده اسمه دليل إيه؟ إجمالي. وقولنا ذاتا
أي فلا تشبه ذوات المخلوقين. هي معنى ذاتا يعني كده التوحيد شرعا إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد يعني معناها لو أفردت المعبود بالعبادة دون أن تعتقد أنه واحد ذاتا وصفات وأفعال فلست بموحد، يعني لازم يقترن مع هذا الإفراد الاعتقاد. ولذلك مرة شفت واحد معاه كتاب فيه ضخم كبير، أقول له كتاب إيه؟ كتاب اسمه إيه؟ كتاب التوحيد، بس مش عارف لمين، في كتب كثيرة بس كتاب ضخم كده بشروح. فسألته ما معنى التوحيد؟ فسكت. كتاب ضخم ولا يعرف معناه، ده معنى التوحيد هو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا. طيب كيف يعتقد وحدته ذاتا؟ اقرأ. وقولنا ذاتا أي فلا تشبه ذوات المخلوقين، يعني لا تشبه ذاته ذوات المخلوقين. ذواتي ذوات ذوات ماشي ذوات أفنان، ولا تشبه ذات ذوات المخلوق. يعني مجموعة بقى مزيدتين يا مولانا، مزيدتين أصلها ذو. ففيه نفي الكم المنفصل في الذات، وليست ذاته مركبة من أجزاء. يعني معناها لما قلنا لا تشبه ذات ذوات المخلوقين فنفي إيه؟ نفي الكم المنفصل. منفصل. يعني لا توجد ذات أخرى تماثلها أو تشابهها أو تضاهيها، لأنه نفي المماثلة. يعني العلماء سموها كده إيه؟ صفة إيه؟ المخالفة للحوادث. سلبية. من الصفات السلبية. نعم. ما معنى المخالفة؟ قالوا معناها عدم الموافقة. ولذلك كان ممكن يقولوا إيه؟ نفي المماثلة، كما أنها منطوق الآية الآن ليس كمثله ولم يقل ليس كشبهه، بل ليس إيه؟ كمثله. نفي مثله يعني نفى إيه؟ المماثلة. ففي بعض الناس المغفلين ورأيت في كتبهم بنفسي وقرأت أنهم قالوا لا مانع من وجود المشابهة، يعني أي موجودين سواء قديم أو حادث فبينهما مشابهة. نعم. على الأقل أن هذا موجود وهذا موجود. نعم. فأشبه أو فتشابه في الوجود، لكن المنفي عن الخالق، المنفي بين الخالق والمخلوق هو المماثلة. نعم. ولو رجعوا إلى اللغة لعلموا أن انتفاء المماثلة يقع على كام؟ على ثمانية معاني، وذلك سموها العلماء لم يقولوا إيه؟ نفي المماثلة، قالوا إيه؟ المخالفة. لما تجد في شراح كتب التوحيد هي معنى نفي المخالفة أو هي معنى المخالفة للحوادث، تجدونهم يفسرونها بهذا القول. حتى ترجع إلى الخريدة اللي شرحناها للإمام الدردير، فتجد وأما مخالفته للحوادث فمعناها عدم الموافقة. يعني المخالفة معناها إيه؟ عدم الموافقة. وعدم الموافقة يقع تحت إيه؟ نفي المماثلة، لأنه إثبات المماثلة نوع من الإيه؟ الموافقة. ويقع نفي المشابهة، لأنه إذا كان في تشابه في موافقة. وإيه تاني؟ والمساواة. ثمان حاجات: الممثلة والمشابهة والمناسبة والمجانسة والمشاكلة والموازاة والمساواة والمطابقة. تبي الفرق بينهم؟ قال كل ده راجع إلى إيه؟ إلى الموافقة. ولكن متى يسمى هذا مماثلة، ومتى يسمى مشابهة، ومتى يسمى مجانسة؟ يعني قال كذا كل اتحاد بين اثنين في النوع فيقال بينهما مماثلة. فالمماثلة معناها في اللغة اتحاد بين اثنين في النوع، يعني أنا وزيد وعمر وفلان بيننا اتحاد في النوع، فأنا إنسان وهو إيه؟
يبقى اذا هذا الاتحاد الذي بيننا جميعا اسمه ايه؟ مماثله. اتحاد في ايه؟ في النوع. طيب وان كان الاتحاد بيننا في الجنس تسمى مجانسه. فمثلا بيني وبين الفرس اتحاد في المجانسه في الجنسيه. لاني انا وهو انا والفرس والجمل حيوان حيوان متحدين في ايه؟ في الحيوانيه في الجنسيه. نعم. فالاتحاد بين اثنين في المجانسه اسمه في الجنس اسمه مجانسه. نعم. وفي النوع اسمه مماثله. خلاص كده؟ نعم. طيب فان كان الاتحاد في اللون او في الكيفيات يسمى ايه؟ في الاعراض يسمى مشابهه. وان كان في الكم في العدد يسمى مساواه. يعني اذا كان في الكيف في اللون في الاعراض اسمه ايه؟ مشابهه. اسمه مشابهه. فهل هناك نوع من هذا بين الخالق والمخلوق؟ من فيه؟ طب هل هناك اتحاد بيننا وبينه في النوع؟ لا. هل هناك جنس من اجناس الوجود اللي هي الجماد او النبات او الحيوان او غيره يقع الحق تعالى تحت واحد منها ومخالف لهذه لاجناس المخلوقات كلها؟ فليس بينه وبين مخلوقاته مجانسه. نعم. ولا تفيك من حيثان اسمها المناسبه. المناسبة هي اتحاد بين اثنين فيما في ثالث. يعني مثلا أنا وزيد ننسب إلى بكر، يبقى الاتحاد بيني وبين زيد في بنوة بكر اسمه مناسبة، لأننا ننسب أنا وهو إلى بكر، يبقى الاتحاد بيننا اسمه مناسبة. مناسبة. طب والمطابقة اللي تساوي ايه؟ الأطراف. يعني جميع الأنواع ايه؟ الثمانية منتفع عن الله. وما أتي هؤلاء إلا من جهل بمدلولات اللغة، يقفون عند ايه؟ ظواهر النصوص. والتمسك بظواهر النصوص هو أحد أصول الكفر السبعة كما قرر ذلك السنوسي رضي الله عنه. يلا. وليست ذاته مركبة من أجزاء ففيه ليست ذاته مركبة من أجزاء، ده اسمه ايه ده؟ نفي الكم المتصل. يبقى ايه؟ يبقى ننفي الكم الايه؟ المتصل المنفصل والمتصل. وننفي الكم الايه؟ المتصل. المتصل في الذات. نعم. يعني معناها في الكم المنفصل فهمنا، أما في الكم المتصل لا تقبل ذاته سبحانه الانكسار. نعم. لا فعلا ولا وهما ولا فرضا. إذا باقي بعد كده ايه؟ الصفات والافعال. والافعال. وقولنا وصفات اي فقدرته واحده وعلمه واحد وهكذا، ففيه نفي الكم المتصل في الصفات. ولا تشبه صفات الحوادث. لا، ولا تشبه صفات في نقص، ولا تشبه صفاته صفات الحوادث. عشان الكم يتصل يعني. نعم. او قدرها. نعم. يبقى معنى كده الوحدانية أو نفي الإيه؟ المماثلة بينه وبين الخلق، يبقى معناها ترجع إلى إيه؟ نفي الكم المنفصل والمتصل في الذات. نعم. ونفي الكم المنفصل والمتصل في الصفات. نعم. هي معنى نفي الكم المتصل في الصفات يعني قدرته تعالى واحدة، ليس له قدرتان. نعم. وليس له علمان، بل علم واحد. طب اذا نفينا علمين، ما فيش ثلاثة، ما فيش أربعة، ما فيش خمسة، فعلمه واحد. يعني يعلم كل شيء بعلم واحد وليس بعلوم مختلفة. نعم. واضح كده؟ نعم. هذا اسمه نفي الكم ده ايه؟ المتصل. المتصل. وليس لغيره علم كعلمه، يبقى ده اسمه نفي الكم الايه؟ المنفصل. المنفصل. نعم. مفهوم ايه معنى المنفصل والمتصل؟ مفهوم. يعني مثلا انا وانت كم ولا مش كم؟ عدد. كم يعني عدد. كم. ولكننا كم ايه؟ منفصل. انا منفصل عنك. طب وانا نفسي كم؟ متصل. بس متصل اهو، يدين، رجلين، شفتين، عينين، لسان، ما كل ده ايه؟ كم؟ متصل. يعني عدد. نعم. ولكنه ايه؟ متصل. نعم. فالكم الايه؟ المتصل يعني ما فيه اتصال بين الاجزاء. نعم. والكم المنفصل ما فيه ايه؟ اتصال وعدم ايه؟ اتصال. نعم. نعم.
ما علم واحد لو قلنا علم ثاني معناه العلم الاول ده نقص الثاني بيكمل الصفات فيها تركيب مفيش توحيد مفيش توحيد التوحيد معناه علم واحد لله نعم انما التعدد ده في المتعلق في المعلومات نعم يعني المعلومات كثيره جدا ولكن العلم واحد نعم وقولنا وافعالا اي منفرد في الافعال فليس لاحد فعل كفعل الله تعالى ففيه نفي الكم المنفصل فيها يعني كذلك مما نعتقده انه تعالى منفرد في الافعال اي ليس لاحد فعل كفعل الله بل ليس لغيره فعل اصلا بدل منفصل في الافعال تمام كده نعم فينفى في الافعال الكم الايه منفصل فقط منفصل ولا ينفى فيها الكم الايه المتصل فهو ثابت نعم لان افعال الله تعالى كثيره على حسب شؤون خلقه وهو سبحانه اي رايك الكم المنفصل ده مش بننفي الكم المنفصل الا المتصل لا موجود في صريح القران لو تاملت ولو دققت ولو ايه فهمت تعالى كده نشوف الافعال الاساسيه كلها الله الذي خلقكم مش كده ثم ايه ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما ايه عما يشركون فكأن اسناد الافعال الى غيره شيء سبحانه وتعالى عما ايه عما يشركون وأما المتصل فهو ثابت لأن أفعال الله كثيرة على حسب شؤونه في خلقه قوله وقد عرى إلى آخره إذن ده تعريف التوحيد اللي هو إيه؟ اعتقاد إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفات وأفعال في تعريفات أخرى للتوحيد تمام؟ بحسب الوضع الشرعي أو إيه؟ او المدلول الايه اللغوي يعني في تعريف يمشي مع اللغه وفي تعريف يمشي مع الشرع مع الشرع في تعريف يمشي مع الايه الموضوع هنطرق او نتطرق الى هذه التعريفات ان شاء الله تعالى ونختم بالصلاه والسلام على رسول الله اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عنك الغافلون اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوق صلاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوق صلاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم حسن اخلاقنا ووسع ارزاقنا واشف مرضانا وارحم امواتنا واهدنا اليك سواء السلام صلى الله وسلم على سيدنا